بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. أعلى عنا الجيف اليهود، أخطر القلة فيهم، هم يقربوننا في توحيدهم، في استقامتهم، في أقوالهم وأفعالهم وإشاراتهم كذا قرب منا، غير أنهم لم يعلنوا إسلامهم. هم قل، لكن الأكثرية وين يجينا بي ويذكرهم بواجباتهم نحو الله، إلا أما يسيء له باستنكار ما قام به من إرشاد ومن تعليم جديد للناسين، وهلم جر ولا يقتلوه كيف سيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليهم السلام، وبعد يحبوا يكملوا بسيدنا عيسى عليه السلام، لكن ربي قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعني اتذبحوا ماشي في بالهم، اللي كل ما يجي ضد مكرهم وغدرهم وفسادهم يزموا يمحب، واحنا القله اللي قالت تقتل اليوم هي من نوع ذا، من درجه اقل من درجه الانبياء عليهم السلام الذين قتلوا او مشى في بال الصهاينه انهم قتلوا عليه السلام. لكن منطقهم يقول لك احنا ننتظروا في المسيح اللي يعد به ربي، انساوا ما ينتظروا من هو قائد لهم وهو المسيح الدجال لونتي كريست، انساوا ديجا هم امور في الحمق، والحمق يتبعه النسيان. انساوا ما امرهم الله في صحف موسى عليه السلام والتوراه وما حدث به الزبور، اي الزبور على ما لا تجب تقول اسم متصل بالكتاب. نعود ان شاء الله يا أحباب، والسلام.